هذاك رمز من رموز الفشل الرياضي الذريع الذي يخلط بين السياسة وبين الرياضة. فهذوك الناس خصهم العقاب، وانا عندي اليقين بان لا فيفا ولا لا كافرة غادي ياخذوا اجراءات زجرية في حق هذوك المجرمين. والله يجعل ربي يجعلنا نخرج معهم، والمغرب راه متطور عليهم، والمغرب راه دائما نجاح بعد نجاح، وهما فشل بعد فشل، وقد اصبحوا أضحوكة لافريقيا وللعالم. والسلام عليكم. هذا الانسان اللي دخل متطفل على المغرب بحال هكا بهاد الهجمات بهاد الكلام الرديء اللي كيقولوه في حق المغرب او بالنسبه للدوله المغربيه المملكه المغربيه اللي كترفع راسنا وعاطينا حقوقنا وبلادنا زوينة وبلادنا بزاف المسائل فيها. بالنسبة ليه هو بيدق مشري من طرف الجهات العسكرية ديالهم، خاصو يتنحى على هاد المسائل، لأن الجد ديالو الله يرحمه كان مع أولى الأب ديالو، المهم أنا على علم بسيط، المهم هذا الاب ديالو كان مع المغرب يد في يد، كنا يد واحده، وتحنا مع الجزائر يد واحده، رحنا ماشي ضدهم، ورحنا معانا خوتنا وولادنا ومناسبين معاهم، ودمنا دم واحد. واش غنقول لك بالنسبه لهذا الانسان؟ خصو يعرف يكون محايد، ما يكونش متطرف من جهة الجزائر أو لدخيل علينا. إحنا بمساوئ وبأفكار اللي غتجعل الحقد والكراهية في بعض المغاربة اللي غادي ينزع وينشب عليها عراكات لفظية. إحنا ما بغيناش نوصلوا لهذا الشيء كله، إحنا بغينا نوصلوا للسلم والسلام، إحنا بغينا نكونوا يد واحدة. الأرض ديال الله سبحانه وتعالى، كلنا فانيين، كلنا لدار البقاء. الانسان اللي خصو يفهم حتى واحد ما غادي يخلد فيها، الخلود لله سبحانه وتعالى. افتح الشان اخويا، اش نقول لك؟ انا ما عجبنيش حاجه واحد اخويا مانديلا ولا سميتو، واش دخل اخويا الكره مع السياسه؟ كون راجل اخويا كما كان جدك راجل، كون انت راجل صعب، علاش ما خرجتش منه؟ تاع زعما كاين شي الصحراء الصحراء الجزائريه، الصحراء الجزائريه وحتى الصحراء المغربيه العالم عارف بها، وخا نموتوا عليها، حتى داك التراب اللي موتوا عليه ما عندناش مشكل. تاش دخل الكره مع السياسه؟ كره معك السياسه بعاد، وانت داك الطوبيسات اللي كيهضروا عليها حنا كنعطيوهم على الجمعيات هنايا، طوبيسات تاع الطوبيسات ديال الكازر احسن منه، داك الكره اللي هما مستقبل بما داك الكوريا ديال افريقيا صاحبي حشومة صح. حنا المغاربه ما شفناش افتتاح، حيت ما حاضرينش فيه، ما عندنا ما نديروا به حنا. بالنسبه لهذاك المرتزق اللي بدا كيهضر على المغرب وما عندوش حق بعدا كاع يهضر في الافتتاح، وهضر ديك الهضره على المغرب، وكيقول لك واحد المثال، انسان تيقول ها انا ذا، ما تيقولش ها كان ابي، هو ما قالش كان ابي، قال كان جدي، حيت هو با ما نعرف كي داير. المهم ما خصوش يهضر علينا، وداك الشيء راه معروف كالاخر، كلها دون المستوى، لا الدوله اللي منظمه، لا هذاك السيد مرتزق. انا اللي كنتسنى لا رياكسيون ديال الاحزاب ديالنا حنا، اشنو كيفاش شافوا هذا الشيء، وكنتسنى شي حزب يكون حزب وطني ويعيط على هذاك الرئيس ديال القبيليين ويستقبلوه ويخليه حتى هو حيد، ما بقاتش ديك خاوه خاوه، ما كايناش خاوه خاوه، إذا حيدوا داك النظام العسكري، ما حد داك النظام العسكري ما كاين لا خاوه خاوه لا والو.